دكتور نجيب العسكري، استاذ مساعد جراحه الاوعيه الدمويه والقدم السكري بكليه الطب جامعه اسكندريه. بعض العيانين او بيسال ايه هي عوامل الخطوره اللي بتخليني عرضه للاصابه بتصلب الشرايين. في البدايه تصلب الشرايين هو عباره عن ضيق في الشرايين وترسب للكالسيوم والكوليسترول في جدار الشريان، مما يقلل تدفق الدم للشرايين ويبدا المريض يشعر ببعض الاعراض، منها العرج المتقطع او الالم اثناء الراحه او بوادر الغرغرينه في الاطراف. اكثر مرضى بيكونوا معرضين لانسداد الشرايين هم المرضى المصابين بالضغط والسكر او مرض البول السكري واضطراب نسبه الدهون في الدم او زياده الكوليسترول، بالاضافه الى التدخين وبعض العوامل الوراثيه. فبالتالي كل عيان مرضى السكر، المرضى المصابين بالضغط الدم ارتفاع ضغط الدم، او المرضى المصابين بزيادة الكوليسترول في الدم والمدخنين، يجب أن يقوموا بعمل فحص دوري للشرايين الطرفية، وإذا لزم الأمر وكان هناك ضعف في الدورة الدموية ممكن أن يحتاجوا إلى إجراء أشعة دوبلر أو أشعة مقطعية بالصبغة على الشرايين لتشخيص الانسدادات في الشرايين والقيام بالعلاج المناسب الذي يحدده الطبيب، سواء كان علاج دوائي يبدأ من التحكم في الريسك فاكتورز أو عوامل الخطورة عن طريق ضبط مستوى السكر بالدم، ضبط الضغط، وامتناع عن التدخين، وتظبيط بعض الأدوية التي تقوم بتظبيط نسبة الدهون والكوليسترول بالدم، ثم بعد ذلك إذا لزم الأمر القيام بالقسطرة والتوسيع بالبالون الذي يعتبر مينيمالي انفيزيف أو يتم إجراءها ببنج موضعي وخروج العيان في نفس اليوم من المستشفى، أو عمل زرع شرايين حسب مكان الضيق في الشريان أو الانسداد وطوله. وطبعا الطريقة المثلى لعلاج مثل هذه الأعراض بيحددها الطبيب المختص.